نجيب تونة التونة بتنفع جدا يعني. وريني. نجيب كتير بقى. لا النوع ده وحش جدا، ممكن دي كويسة. ليه ما دي مالها؟ لا دي أحسن، دي مش كويسة خالص. أنا هروح أجيب سويت كورن. طيب. عايز حاجة تاني من هنا؟ لا. طيب يلا. في ما هو ما احنا جبنا مناديل اهو كتير. لا يعني دي طول مهم جدا. ماشي. ممكن تروح تجيب حاجة من هناك؟ يلا يلا يلا، انت تتكسف مني يعني؟ هو احتياطي. ايوه خليه ينور في الحمام كده كويس. في ايه يعني؟ لا والله بكلم جد يعني، الحاجات دي لما بتبقى في البيت بتحسسني بالراحة. ماشي يا اخويا. بقول لك ايه؟ ما تيجي نجيب حتتين ستيك. ماشي بس انت اللي هتعمله. نعملهم ازاي يعني؟ نعملهم مع بعض طيب. ما اعرفش يا علي، المهم اكل اكل، الاكل عندكم ده مش اكل. انت بتتعبي برضه. متعبك معانا يا مدام هاله. خلاص تعالي يلا، خلاص يلا. ها، مساء الخير. المهم صاحبي ده كان ساكن في وديه نصر في حته كده اسمها عمارات الهيئه. ايه ده؟ وانا كمان كان عندي واحد صاحبي ساكن في عمارات الهيئه دي. ايوه ايه بقى المهم في اللي انت بتقوليه ده؟ وايه المهم يعني في اللي انت قلته واحد صاحبك ساكن في عمارات الهيئه؟ انا كنت بحكي لك يعني قصه لسه ما كملتهاش. ماشي، وانا كمان كنت بقول لك قصه مهمه جدا على فكره. طيب ماشي كملي احكي. احكي ايه؟ احكي قصه صاحبتك. لا ما هي خلاص كده القصه خلصت. والله خلصت كده؟ حلوه؟ ما شاء الله حلوه قوي. بجد؟ فين الفلفل الاسود يعني؟ الفلفل الاسود بس دي فيه بهارات. الفلفل الاسود اهو. اوكي بهارات كويسه جدا. انا هاخد بطاطس.